أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. اليوم إن شاء الله سنكون معكم في رحلة قصيرة، أو بالأصح مع قصة قصيرة حول هذه النبتة. اليوم وأثناء تجولنا في بعض أسواق العاصمة صنعاء، لاحظنا نبتة غريبة الشكل تباع على عربيات. لاحظنا أن الناس يسألون عنها ويذهبون، وعلامات الحيرة لا تزال بادية على وجوههم. ما هي هذه النبتة وكيف يمكن أن تؤكل؟ بدأنا أولا بتجربة مذاق النبتة وسؤال البائع عن اسمها وكيفية تحضيرها لك، ولاحقا استعنا بوسائل التواصل الاجتماعي وكانت الردود كثيرة ومستفيضة. ولهذه النبتة في اليمن أسماء كثيرة، لعل أشهر هذه الأسماء حمك، وأغرب هذه الأسماء فاكهة الجن. أما تسميتها بفاكهة الجن فربما تعود إلى شكلها الغريب، ومن خلال البحث والتصفح اتضح أن هذه النبتة عبارة عن فاكهة ولها شكلان، الأول الأخضر والآخر الأخضر المائل إلى الحمرة. وهذه الفاكهة موجودة عالميا وتشتهر بزراعتها قارة إفريقيا، حيث تعتبر من الفواكه الاستوائية. وحسب إفادة بعض الأصدقاء الافتراضيين فإن اسمها العلمي هو كيوانو، وتسمى أيضا باسم الخيار الإفريقي أو الخيار الشوكي. والآن نصل إلى السؤال الأهم، وهو كيف تؤكل هذه الفاكهة. يجب أولا تحضيرها للأكل من خلال نزع الزوائد وغسلها جيدا، ثم تقطع إلى أرباع ويضاف لها الملح، وعندئذ تكون جاهزة للأكل. طعم عسل أمانة. أما الأحجام الكبيرة فتقطع ويضاف الملح ويؤكل ما بداخلها فقط، لأن قشرتها تكون قاسية. يمكن أيضا تقطيعها وإضافتها إلى سلطة الخضار. وأيضا يمكن استخدامها في صنع مخلل رائع، حيث تقطع ويضاف لها الخل والملح وتوضع في وعاء محكم تعرض للشمس لمدة 12 يوما. يعتقد أن لفاكهة الكيوانو قيمة غذائية وصحية كبيرة، ولمعرفة هذه القيم يمكنكم الاطلاع على الوصف أسفل الفيديو. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. تذكروا الإعجاب بالمقطع والاشتراك بالقناة، وإلى اللقاء. حتى قضوا أنت هنا جاي لك.